الامر ديال يعني استعمال الممر ديال الترامواي ماشي غير للطاكسي، حتى واحد العدد ديال المواطنين، وهذا راجع للاكراهات، لان هذاك النظام اللي عملوا بخصوص المحاور الطرقيه اللي كان من قبل كيستعملها الطاكسي والمواطنين وجميع وسائل النقل، ولا الترامواي واخذ واحد حصه الاسد، وهذا دار واحد العدد ديال المشاكل في الحركه المروريه والتوقف. والطاكسي معروف لانه يؤدي خدمه عموميه، لان الترامواي يؤدي خدمه عموميه، الطاكسي كيؤدي خدمه عموميه، النقل الحضاري البصوي. الا بغينا نحدوا من هذا الامر، لان هذا هاجس نفسي تيعانيو منه سائقي الطاكسي، هذا مشكل. اذا حنا طلبنا باش يكون الممر ديال البصوي خاص كذلك بالطاكسي، وداروا فيه علامات ديال الوقوف ديال الطاكسي، باش حتى الطاكسي ياخذ الحق ديالو في التنقل. ما يمكنش يوقف الطاكسي واحد المده فوق الساعه او ساعتين في واحد الوجهه معينه، ربما ما غيستقرش فيها حتى 10 دقائق يولي واقف ساعه. اذا هذا فيه اشكال. اذا هنا ولا فيه مشكل ديال المدخول يومي، ولا فيه مشكل ديال المنافسه غير شريفه. اذا هذا مشكل يمكن له يصلحوا والجهات المختصه، لا بد من تدخل والي جهه دار الدراسات، والي الامن، كذلك الاداره المشرفه على هذا الامر، انها باش تخصص هذا المكان ديال الباصواي للطاكسي، باش ما يبقاش هذا المشكل اللي وحنا مستقبلا انطلاق الشطر الثالث والرابع هو سبب لنا مشكل مع انطلاقه، يعني ديال في هذا الاسبوع خلق مشكل. الان اليوم المهنيين تيناديونا وتيتصلوا بنا شنو غنديروا، لان حنا ولا عندنا مشكل ديال التنقل. اذا هذا اشكال اللي غادي يخلق لنا واحد الاحتقان وواحد الاحتجاج اللي هو احتجاج حقيقي، له دوافع وله اساس علاش هاد الاخوان غادي يحتجوا، لانه اصبح المشكل كيتعلق بالتنقل ديالهم، ما بقاوش لاقين الحريه. اذا ما بقاش هذا طاكسي، هذا ولات سياره عاديه. الطاكسي لابد توت تعطى حقه، لان الطاكسي اسبق، وان وسائل النقل الترامواي والباصواي راه التجارب ديالهم والاجتهادات ديالهم وكذلك الدراسه ديالهم خدموا على الطاكسي، على المحاور اللي كيخدم فيها الطاكسي. ولا لاحظتوا في المسارات ديال الترامواي والباصواي راه هي مسارات ديال الطاكسي. انا هضرت شخصيا في اجتماع حضرته رئيسة مجلس عمالة الدار البيضاء نبيلة الرميل، ويعني وتكلمت في هذا الجانب، يعني في هذا الجانب، على انه راه هذه المسارات اللي هي خصصتوها للباصواي خصكم ديروها للطاكسي حتى هو كذلك، لانه مرفق عمومي كتشرفوا عليه انتم في المنظومه، ما يمكنلوش يتقصى. وبكل اسف شديد، لانهم كيشوفوا في الطاكسي واحد الشوفه دونيه، تيدي خدمه عموميه. باقي الطاكسي باقي عنده كليان ديالو. شوف الطوبيس هو تيبقى في وسط الطريق ولا حاسب، ويوقف في الطاكسي غتبدا كلشي كيغوت عليه، هذا الفوضى حابس الطريق، لا يمكن. هذا امر اصبح متجاوزا وغيخلق احتقان، راه خصهم يتدخلوا. انا هذه ماشي مناشده، هذه رساله، لان هذه مسؤوليتهم. الوالي جهه الدار البيضاء السي مهدي لابد انه يتدخل لانصاف مهني قطاع سياره الاجره من المستنقع اللي تيعيشوا فيه. الاشارات المروريه خاصه الترامواي، يعني باش يقولوا لنا انتم كتدخلوا الاشارات المروريه، يعني القيف، يعني شنو بان لك الاشارات المروريه؟ اولا خصهم يعرفوا المواطنين والمواطنات البيضاويين ولا مهني قطاع الطاكسي ان الاشارات المروريه تتحكم فيها اداره شركه الترام. وانا طرحت سؤال على مسؤول في اجتماع رسمي، قال لي لانه هناك مسؤول تيشرف او انجينيور جنسيه فرنسيه كيتحكم في الاشارات المروريه من فرنسا، من دوله فرنسا. هذه مشكله. انا حطيت علامه استفهام وبقيت كنتعجب. ما يمكنش الاشارات المروريه تستثنى شركة الترام او وسيلة الترام من الاشارات المرورية اللي هي كتشرف عليها لجنة السير والجولان، ولا لها ضوابط قانونية. هذا اشكال، لان لابد انه يكون تحكم ديال شرط المرور، ما يمكنلوش يتحكم في اشارات المرورية ديال الترامواي، لانها تتحكم عن بعد وما يمكنش. واش انا غادي نبقى نتسنى انا السي الترامواي حتى يدوز على خاطره وباقي باش يوصل لهذيك الاشارة المرورية عنده واحد 20 دقيقة او 30 دقيقة ونبقى نتسنى ساعة حتى يدوز؟ ما يمكنش. نقص إشارة تتحكم فيها أجهزة الدولة المغربية، هذا لابد تكون المناصفة. وحتى في حوادث السير، في
في المعاينه راه لابد من اتخاذ المتعين، لان عندنا قانون في البلد خصو يتحترم عباد الله، راه ما يمكنش واحد مات في حادثه ديال الترامواي او فدا ونبداو حنا نعطيو كنديروا الانتقائيه والاستثناء، ما يمكنش نبداو الحق والقانون وتكون المساواه. وحنا كنشوفوا هادشي صعيب انه خصو يتناقش بهذه الطريقه هذه، لانه خص تكون المساواه. مشينا لشي دوله اخرى كتلقى المساواه بحالك بحال انت، واخا تكون اجنبي كيطبق عليك القانون. في المغرب ما عرفتش، لا علامه استفهام كذلك. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.